أستاذ عبد الرزاق، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح الخير. نبدأ من التظاهرات التي شهدتها الجزائر والمدن الكبرى بالبلاد يوم أمس. مليون متظاهر جابوا شوارع الجزائر يوم أمس، ما كانت الرئاسة لا، وهل هو دليل مرة أخرى أن الحراك متواصل ولا يستكين إلى أن تصل الرسالة إلى الرئيس والنظام الحاكم في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أريد أن أصحح، على الأقل مليون هذا في الجزائر العاصمة، أما هناك 50 مدينة في الجزائر معناها أن المتظاهرون كان ما لا يقل عن 20 مليون أو على الأقل 23 مليون متظاهر، بمعنى أن حجم المتظاهرين وحجم الرفض وحجم الامتعاض هو كبير جدا. والانخراط في هذا الحراك أنه أصبح جليا وأصبحت كل الناس مع الحراك وتريد من هذا على الأقل من هذا الأشخاص أن يرحلوا وبسرعة فائقة، لأنهم أصبحوا إلى حد الآن يقومون بأدوار لا تقل عن، لا نستطيع أن نقول عنها إلا أنها مضرة بالبلاد والعباد. أما بالنسبة إلى أنه هل يستمع الرئيس، المفروض الرئيس استمع منذ اليوم الأول، لأنه في 22 فبراير لما خرجوا الجماهير خرجوا على أساس أنه لا لعهدة خامسة. هنا أن الرئيس جاء بخارطة الطريق أو ورقة الطريق مفادها أنه ندوة وطنية وتعديل دستور عميق ونذهب إلى مرحلة انتقالية، لكنها رفضت وهذا كان تعدي خارق على الدستور. بعدها أنه انتقلنا إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة على الأقل أنه الجيش أصبح هو الناطق الرسمي باسم الدولة، لأنه أصبحت الرئاسة لا تتكلم وأصبحنا نعيش في حوار الطرشان، بمعنى أنه لا رئاسة تتكلم وإنما الجيش هو كل أسبوع بعد الجمعة يقوم قائد الأركان نائب وزير الدفاع بخطاب داخل المؤسسة العسكرية ينتظره المواطنون ويبنون عليه مطالبهم. الآن المؤسسة العسكرية أرتأت واقترحت تطبيق المادة 102 من الدستور التي مفادها أنه يعلن حالة العجز أو الاستقالة لرئيس الجمهورية، ومن هنا يمكن أن نجد مخرجا للرئيس ولحاشيته وعلى الأقل وتفادي الأزمة. لكن يبدو أن هذه المؤسسة الدستورية اللي هي المجلس الأعلى الدستوري هو على الأقل مؤسسة على المقاس، حتى المادة 102 هي مادة يعني لما في التعديل الدستوري في سنة 2016 الأخير وكانت هي المادة 88، ولما عدل الدستور هذه المادة وكأنها بنيت على مقاس رئيس الجمهورية، معناها على أساس المرض، بمعنى بالتالي أنه الآن من يستطيع الإحالة أو تطبيق هذه المادة، رغم أنه المؤسسة العسكرية طالبت بذلك، الشعب يطالب بذلك ويطالب بتعميقها، ولكن مع ذلك المؤسسة الدستورية لم تتحرك لأنه لا أحد يستطيع أن يجبرها، لأنه المادة في نفسها المادة 102 هي مبهمة في بدايتها من يقوم بعملية الإحالة على المجلس الدستوري، ويجب على المجلس الدستوري أن يجتمع بالإجماع وليس مجرد بالأغلبية، لذا أنه فيه إشكال الآن دستوري على الأقل في هذه المادة. سنتطرق إلى موضوع عدم تجاوب اليوم المجلس الدستوري مع دعوة رئيس أركان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح. أستاذ عبد الرزاق صهور، المتظاهرون بالجزائر العاصمة وبالفعل كانوا مليون متظاهر جابوا شوارع العاصمة الجزائر، نددوا أيضا برئيس أركان الجيش الجزائري، كان هناك لافتات أيضا تندد بدور المؤسسة العسكرية، ما السبب برأيكم اليوم؟ لا، هو أكيد أنه لما يخرج لك مليون في الجزائر العاصمة أكيد أنه يكون فيه كل الناس، ولما نشوف كل الناس أكيد أنه أيضا لأنه الجماعة تاع الرئاسة أكيد أنهم يستطيعون ولهم أيضا بعض الأتباع ويمكن لهم أن يخترقوا أيضا هذه المظاهرات واللافتات، يعني معناها إحنا لا نتكلم على لافتات انفرادية أو استثنائية أو غير جماعية، نتكلم على الشعارات الأكثر رواجا والمطلبية والتي
كانت موجودة في كل شوارع المدن الجزائرية. هاي الشعارات هي الجيش والشعب خوا، خوا معناها الجيش والشعب إخوة، إخوة بمعنى أنه لا هناك لا مجال لي. الشيء الثاني أنه كل الناس إلى حد ما يميلون إلى تطبيق المادة 07 من الدستور وليس المادة 102. يعتبرون المادة 102 هي الإبقاء على النظام، والمادة 7 هي تغيير النظام. إذن هذا إشكال. أما نقول أنه المتظاهرون كانوا ضد قائد الأركان، نائب وزير الدفاع أعتقد لا، لأنه صحيح أنه كان هناك بعض اللافتات، ولكن أنا نعتبرها لافتات معزولة جدا ومقصودة جدا ولها مقاصد لتفريق المتظاهرين. لأنه إحنا كمحللين، كأساتذة في الجامعات، كنخبة سياسية في هذا البلد، كنا متخوفون جدا 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 من الجمعة أمس، لأنه هذه الجمعة كنا متوقعين أنه جماعة الرئاسة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وخاصة أنه الصراع أصبح ظاهرا وجليا. وبالتالي الآن أكيد أن هؤلاء يحاولون بطريقة أخرى، لأنه الآن جماعة الرئاسة يحاولون كسب وقت وربح الوقت بأي طريقة. لذا أقول بأنه بالعكس المستوى الوطني المطالب ما زال نفسها، الشارع ما زال موحد، الشارع ما زال سلميا جدا، ما زال يظهر ودائما يحاول أن يبقي على سلمية هذه المظاهرات وعدم الزج به في أي انحراف أو أي اتجاه آخر. إذن رغم أنه سمعنا البارحة من بعض القنوات ومن بعض بأنه وقع، يعني معناها يعني الآن يمكن أن تصبح الفيك نيوز يعني شيء متوقع، يعني سواء من الداخل أو من الخارج، ولكن لحد الآن الشارع موحد حول مطالبه، حول أهدافه. انطلاقا مما قلتموه، المؤسسة العسكرية ايضا مندرجة منخرطة في الحركة. نعم استاذ عبد الرزاق، السؤال الذي يطرح، لماذا لم يتجاوب بعد المجلس الدستوري مع دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102؟ ما هي الأسباب برأيكم؟ لا، هي أسباب ذاتية أكثر منها أسباب مؤسساتية، لأنه رئيس المجلس الدستوري عينه رئيس الجمهورية قبل 10 أيام أو 15 يوم. رئيس المجلس في الشهر، يعني في خلال الشهر هذا، رئيس المجلس الدستوري كان وزير للداخلية، كان مستشار لدى الرئيس، كان رئيس المجلس الدستوري سابقا، ولما أقسم أمام رئيس الجمهورية أقسم بالولاء لشخص الرئيس أولا ثم لتطبيق الدستور والجزائر ثانيا. إذن هذا الشخص هو ولاء تام لشخص الرئيس، ولذا اليوم هو سوف يعمل كل ما في استطاعته على أن يؤخر أي حل دستوري. وأعتقد الآن أظن أنه مجموعة الرئيس تحاول بدفع المؤسسة العسكرية والحراك إلى اللجوء إلى أفعال غير دستورية، ومن هنا على الأقل يخرجون من باب أنهم نوع من الانقلاب حتى يبرروا خروجهم من الرئاسة أو من الحكم على أساس أنه انقلاب تم عليهم. ولكن لا أظن أنه المؤسسة العسكرية ولا الحراك، لأنه الحراك لا زال صامدا صابرا، ثقة كبيرة بنفسه، إيمان عميق، وبالتالي أنه الجمعة هذه فيها جمعات أخرى. ولا ننسى أبدا أنه يوم 4 أبريل تعود الجامعات، وأنا أستاذ دكتور في الجامعة في جامعة الجزائر، ومعناها أنه يوم 4 أبريل لما تعود الحياة الجامعية نعود من العطلة، لا ننسى أنه عندنا 2 مليون طالب جامعي وهم الوقود والمحرك الأساسي الذي كان لهذه الحراك. إذن اليوم كل الوقت ليس في صالح الرئاسة، ليس في صالح الرئيس، رغم أنه في الحقيقة حتى يعني لا صحته ولا وقته يعني يسمح له، يعني بمعنى أنه الآن أصبح نوع من التشبث بال. نعم. أستاذ عبد الرزاق، البعض تحدث اليوم عن أزمة دستورية إن ما تم تفعيل المادة 102 من الدستور، خاصة أنه اليوم نور الدين بدوي رئيس الحكومة المكلف لم يستطع بعد تشكيل الحكومة، وليس هناك إلا النائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رمتان العمامرة. هل هذا ما يفسر هذا التصرف من المجلس الدستوري؟
لا هو أكيد أنه كل قرارات الرئيس يعني في الحقيقة لم تقبل من طرف الشعب، وأكيد أنه السيد بدوي الوزير الأول المعين أو المكلف لا لم يستطع ولن يستطيع ولا يستطيع أن يكون حكومة، لأنه من يقبل بأن يدخل في حكومة أثناء وضع مثل هذا وأزمة خانقة مثل هذه، ومن يدخل في حكومة غير شعبية غير شرعية غير مقبولة تماما من طرف الشعب. إذن اليوم لا السيد بدوي يستطيع أن يحل مشكلة الحكومة، ولا المجلس الدستوري يستطيع أن يبقي على الرئيس مهما كان، لأنه في جميع الأحوال أنه يوم 28 أفريل يصبح الرئيس غير دستوري، ولا أيضا مؤسسة الرئاسة بكل أدواتها وكل وسائلها يمكن لها أن توقف هذا الزحف وهذا الإيمان من طرف الشعب ومن طرف كل الأمة. إذن اليوم كنا نظن أنه فيه رجال عاقلين في رئاسة الجمهورية كان بإمكانهم أن يوصلوا البلاد إلى بر الأمان عن طريق التفاوض، عن طريق على الأقل يعني لأنه هذا الناس هم شخصيات وطنية، رئيس جمهورية لمدة 20 سنة، الآن الوقت انتهى، لماذا كل هذا التماطل، لماذا كل هذا التعنت، لماذا كل هذا التأسف وعدم الإصغاء لا إلى الشعب ولا إلى المؤسسات. الوضع بالجزائر اليوم هل ينوم عن صراع خفي بين الرئاسة وقائد أركان الجيش الجزائري أحمد جايد صالح، خاصة أنه ما نقلته الصحف الجزائرية تحديدا جايد صالح إلى تفعيل المادة 102 لم يكن يعلم بها اليوم الرئيس أو محيط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعلموا بها من التلفزيون الجزائري مباشرة؟ لا يجب أن نعرف أنه الآن بالنسبة إلى الشعب الجزائري على الأقل والنخبة والإعلام الجزائري الآن أصبح يصف مجموعة الرئاسة بالسلطات الغير الدستورية، بمعنى أن هؤلاء ليس لهم شأن دستوري ولا ليس لهم إقرار دستوري ولا ليس لهم مرجعية دستورية، وبالتالي أنهم يقومون بالحكم عن طريق أدوات تختلف تماما عن الأدوات القانونية والدستورية. وشهدنا ربما بعد هناك حدث وقع لمدير مجموعة من القنوات والصحافة، وكيفاش تم القبض عليه وكيفاش العملية يعني فيها نوع من الأساليب المافيوية. إذن اليوم لما نتكلم على مؤسسة على دولة، أكيد أنه الدولة من خصائص الدولة هي مركزية القرار، من خصائص الدولة هي احتكارها للسياسة واحتكارها للقهر والطمع الشرعي، من خصائص الدولة ووظائفها هي كيفية التواصل مع المجتمع والقدرة على الاستجابة لمطالبه. إذن اليوم المؤسسة العسكرية اختارت أن تكون بجانب الشعب لحتى لتتفادى أي مسار يكون مسار يعني عنيف أو على الأقل الابتعاد عن العنف بأقصى الدرجات. السيد عبد الرزاق الصغور الكتيمي والمحلل السياسي الجزائري، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الجزائر العاصمة. شكرا جزيلا مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، لقاء يتجدد يوم غد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج صباح النور. شكرا.